وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال يكشف عن لقائه برئيس الاتحاد الدولي إنفانتينيو والحديث عن استمرار مشروع رفع الحظر عن بقية الملاعب العراقية. والله زيارة كانت يعني زيارة رسمية بروتوكولية استمرت لي أكثر من تقريبا 40-45 دقيقة. وضحنا أعطيته وجهة نظر حول الكرة العراقية ورؤيتنا لمستقبل الكرة العراقية، أيضا وجهنا له دعوة رسمية لزيارة العراق. نتمنى أنه حسب الظروف مالته وظروف كوفيد 19 نتمنى أنه يعني تتكلل هذه الدعوة بزيارة رئيس الاتحاد الدولي، راح يكون لها وقع كبير على كرة القدم في العراق في السنوات القادمة إن شاء الله. سباير، هذا هو الموضوع في مشروع كرة القدم، مواهب كرة القدم اللي راح ينطلق إن شاء الله أعتقد على نهاية شهر الواحد أو بداية شهر اثنين بعد ما يكتمل مع سباير، راح يكون بالتعاون مع سباير، وهذا المشروع راح يكون هو مشروع كرة القدم للعراق، مشروع وطن حقيقة، وسيكون في كل المحافظات العراقية من زاخة وحتى الفاو. وزارة الشباب والرياضة تناقش مع عدد من الاتحادات الرياضية خارطة الملف الأولمبي العراقي. هو الكلام عن الاتفاقية اللي صارت في مسقط حول رؤية اللجنة الأولمبية الدولية بالانتخابات السابقة ورسم خارطة طريق جديدة اللي طرحها. حديث عن تشكيل لجنة مؤقتة من قبل وزارة الشباب والرياضة. لا ماكو، هاي ترجع لموافقة الجمعية العمومية. أشبه بخارطة طريق يعني واضحة، ويتمناها كل الإخوان بالجمعية العمومية ورؤساء الاتحادات. مغالطة حقيقية، وهذه ترويج إعلامي خاطئ، وباسل شو العلاقة بالموضوع؟ يعني ليش واحد يخلق لك خصم عجيبة غريبة؟ أنا ما متعجب على سلامة، يعني خلي شوي يهدى. أربع نقاط هي إعادة الانتخابات من نقطة الصفر، وراح تكتب الأربع نقاط وتشكل لجنة ثلاثية من قبل السيد الوزير الكابتن رعد حمودي وصادق عليها الهيئة العامة تصادق عليها، وبعد تروح للجنة الأولمبية الدولية، وبعدها تجي انتخابات المربع الأول.